الحمد لله على السلامة، الحمد لله على السلامة، الحمد لله على السلامة، الحمد لله على السلامة. متابعي الإخبارية السورية، نحن متواجدين عند معبر البلورة، هذا المعبر الذي نتابع من خلاله خروج آلاف المدنيين، ونتابع الصورة باقتزاز المدنيين القادمين من الأحياء الشرقية، منطقة الصالحين، منطقة الفردوس، منطقة الشيخ سعيد، وعدد من المناطق التي تتواجد فيها المجموعات الرابعة المسلحة. اليوم تتوافد من تلك المناطق عدد كبير من المدنيين، نحن نتحدث عن آلاف المدنيين وعن كافة الوسائل المهيئة، وسائل النقل لتأمين المدنيين وإيصالهم إلى السكن البديل. نحن نتحدث عن عشرات الآلاف من المدنيين، هم تعرضوا لحالات من القنص وحالات من القذائف المتفجرة من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة عبر قدومهم إلى هذا المعبر. أيضا إذا ما انتقل زميل أيمن إلى الشمال ورصد واقع المعبر من الجهة الأخرى، نتابع بأن هنالك أعداد كبيرة صراحة من المدنيين، هم أتوا إلى الأحياء الآمنة، تحدثوا بأنهم تعرضوا إلى كافة نقاط الإذلال من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة الذين حرموهم من الأكل وحرموهم من الشرب والمواد الغذائية وغيرها من المواد التي تخص هذا المواطن الذي يخرج. نحن نتحدث عن خروج لآلاف المدنيين صراحة من الأحياء الشرقية، والحكومة السورية هي مستعدة لاستقبالهم والاستيعاب هذه الأعداد، وأيضا محافظة حلب وتأمين لهم السكن البديل والمواد الغذائية وتأمين كل المستلزمات ريثما اتخذ القرار بعودتهم إلى المناطق التي سيطهرها الجيش العربي السوري إن شاء الله خلال الأيام القليلة القادمة. نحن نتحدث عن منطقة الفردوس، منطقة المغير، منطقة الشيخ سعيد، منطقة الصالحين امتدادا إلى دوار الصالحين، هذه المناطق كلها ومنطقة بستان القصر، كل هذه المناطق يعمل عليها الجيش العربي السوري للسيطرة عليها إن شاء الله خلال الأيام القادمة لعودة الأهالي إليها. إذن نتابع الفرحة والابتسامة على كل وجه من وجوه الأهالي والمدنيين الذين يخرجون من الأحياء الشرقية باتجاه هذه المناطق. يا أبو شكر أنا بتابعكم يا أبو شكر. الله يسلمك. الحمد لله على سلامتكم. الحمد لله على سلامتكم. الحمد لله على سلامتكم. تشرف ذبحونا. أوف. أنا 4 سنين محاصر مشان أولادي. مسكوني مرتين مشان ابني عشان بدي أجي لخدمة العلم. فمشلون يمسكوه يحطوني يوطلوني يطلعوني. اخوي مرتين عدموا ولا شوي. الحمد لله على سلامتك. مرتين عدموا، هلا اخر مره كان معنا ردوا كمشوا دخلوه قتلوه لما ذبحوه، فمشل علي ورد انهزم بين ايدهم وجه كهوك ومكسر. يا الحمد لله على سلامته. نحن بنحمد الله على سلامته. مرتين كيف كان ذبحوني؟ كيف من شان ابني؟ وين من اين منطقه جاي؟ من الصالحين. وكيف كان استقبال الجيش لكم؟ استقبال الجيش لكم كيف؟ ايش بدنا لك اهلنا لك اهلنا، نحن كنا عم نستناهم يجوا لهني. انا امبارحه تحت الضرب تميت لاني كمشون ما تخلونا نطلع، واستنينا ليجوا والضرب فوق مني. يضربوا عليكم؟ فوق مني والله. يضربوا عليكم؟ والله فوق مني. اقسم بالله فوق مننا. وهي أهل الصالحين كلها بتشهد ما خلوا فينا لا عظمة ولا رياحة ولا صحة ولا حياة أبدا. الحمد لله على السلامة. الله يحميكم والله يوفقكم. الحمد لله على السلامة. الحمد لله على السلامة. السلام عليكم.
الحمد لله على السلامة. الحمد لله على السلامة يا جماعة. الحمد لله على السلامة يا رب. الله يسلمكم. الحمد لله على السلامة. لحظة. الحمد لله على السلامة. منين جايين؟ فردوس والله. الحمد لله على السلامة. كون خير شو؟ والله قذيفة من الإرهابيين. إمتى؟ هلا 4 شهور. ضربوا عليهم؟ اي والله. هيك صار فيهم؟ اي والله. الحمد لله على السلامة. والله هيك يا رب. الله يسلمك. يمدوا بالصحة والعافية. كيف كانت عايشتكم هيك؟ أوضاع سيئة والله، سيئة ميكن. سيئة لله الأمر. الحمد لله، الله ما دخلنا الجيش، دخلنا الأمان الحمد لله رب العالمين. مرحبا. طيب هدول اللي عملوا فيك هيك ايش بتقول لهم؟ الله يسامح، شكيت ولا الله؟ والله كيفك؟ الحمد لله، هلا صرت بخير. الحمد لله. وعم تدرس؟ لا والله ما عم بدرس. يلا هلا رح ندرس ونعمر، ما هيك؟ ان شاء الله. ان شاء الله يا رب نكون هيك رجال هالبلد. ان شاء الله. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. وهيك يا رب ان شاء الله بكره الحكومه بتركب لك الطرف وتكون مثلنا مثلك وهيك ترجع لحياتك الطبيعيه. ان شاء الله. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. الحمد لله على سلامتك. من الفردوس. اي والله الحمد لله على السلامة. الحمد لله. الله ينصر الجيش العربي السوري. الله حيه. الله يخلينا بشار الاسد. الله حيه. ورجال بشار الاسد. شلون مبسوطة؟ والله الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. يا قبلك. نحن الحمد لله رب العالمين. على راسك. الله يحميك يا رب. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. كيف كانوا يتعاملوا معكم هذوليك؟ نشتكى إلى الله. أبداً. نشتكى إلى الله وبس. والله كيف شعوركم؟ الحمد لله رب العالمين. فرحانين على أحسن من هيك. شو عم شو؟ فرحانين كتير كتير من طلعنا، كانوا يشوفونا قدامنا. بوس عمك يا بوسكم. أولاد الوطن هذول، أولاد الوطن. الله يحميكم يا رب. الحمد لله على سلامتكم، الحمد لله على السلامة. زلونا زلية لا أول ولا أخيرة، والله العظيم. يعني جوع عم ننام جوعانين، ما بو ايش بدهم للسائب يطلعوا عشان ما يصير دمار يصير دم. شو هيك بطلع. احد الموقف صار قدامك هنيك منهم هيك انت ما حبيته؟ جابوا جستين زتوه بدويرة الصالحي. ابدا والله طلعت هيك يا لطيف. شو زعلان؟ ما في مبنى عادي ناخذ الضربات اللي عم تجي. الو شباب لك الله يحيي الجيش ويخلينا بشار الأسد. أنا ابني مع الضابط إيش اسمه هذا بالجيش. ايه الله يحميه. 7 سنين الله يحميه. الحمد لله على سلامة. الله يسلمكم. الله يحميه. الحمد لله. عم شوف ما شاء الله أعداد كبيرة، كيف هيك قدرتوا تفكوا من المسلحين؟ والله طلعنا وقت الصبح الساعة 3 الصبح، 3 بالليل بنص الليل طلعنا والله، ويعني نمشي يصير ضرب رصاص علينا شلون ما نعرف نمشي والله ما سألنا. يعني قذائف حتى علينا ما سألنا. ليش هيك عم يعملوا عم يضربوا؟ ومشان مين عم يرمي القذائف؟ الارهابيين مشان يحتموا المدنيين. هلا من الجمعه من اسبوع طلعنا من معبر بستان القصر، صار يضربوا على معبر بستان القصر قذائف هاون.
تشوف يعني رجعنا اضطرينا نرجع اضطرينا نرجع من بستان القصر لايش اسمه للفردوس بيت بيتنا الفردوس. رموا على الطفل لك حتى الطفل ما عم بيخلى من ايده. الحمد لله على سلامتك عمو. الله يسلمك. ايش بتقول لهدول اللي ضربوا؟ بقول انه انتم تقاتلوا. ليش يعني يعني الاولاد ايش ذنبهم؟ اي والله ايش ذنبكم انتم؟ ايش ذنب الشعب انه وما نسلح لحد لا في لا اكل ولا شرب ولا شيء طاول. وهلا راح يجيك الاكل والشرب وكل شيء كمان ان شاء الله. الحمد لله على سلامتك. اهلين بالامور وعليك الف عافيه. حتى شباب اللي عم يكمشون بيطلعوا عمال بكسرون هوياتهم مثلا زي واحد مين؟ الارهاب عم بكمش الهويات طقوها كسروها دفاتر العلم هلا كذب شوشقوها مشان ايش مشان العالم ما يطلعوا عم بكمش الهويه بكسروها مشان ايش يعني وخلوها عندهم مشان واحد ما يحسن يطلع. الحمد لله على السلامة. الحمد لله على السلامة. إذا متابعي الإخبارية السورية نحن مستمرين عبر رصد حركة خروج آلاف المدنيين من الأحياء الشرقية. ذكرت لكم من عدد من المناطق الأحياء الشرقية ونتابع أيضا حركة عبور المدنيين وتأمينهم من قبل أبطال الجيش العربي السوري المتواجدين على طول هذا المحور محور البلورة من الأحياء الشرقية باتجاه الأحياء الآمنة. وهنا نتحدث عن خروج آلاف المدنيين. تابع الإخبارية السورية عدسة الإخبارية السورية ترصد لكم واقع عبور آلاف المدنيين من الأحياء الشرقية باتجاه الأحياء الغربية النقاط التي تقع تحت سيطرة الحكومة السورية. والحكومة هي مستعدة لاستيعاب هذا العدد وتأمينهم. ونحن نتحدث عن خروج آلاف المدنيين الذين يتحدثون عن ما تعرضوا له من إساءة من قبل الإرهابيين وهم الآن متواجدين في الأحياء الآمنة ويحتفلون بالنصر مع أبطال الجيش العربي السوري. وليد هناي الإخبارية السورية من مدينة الانتصار مدينة حلب على النهود عبر التغطيات الخاصة من مدينة حلب.